المدرب الوطني سيد بن هاشم، أكيد أن الحديث سيكون كبيرا عن جولة أولى لم تمكن الجيش الملكي من بلوغ الثلاث نقاط التي تساوي الكثير في ظل تأخر الرجاء بهدف زكريا حدراف. لك الخط من يسري. الملكي يونس حمال، مشات كرة للجيش الملكي والهدف، هدف التعادل الدقيقة الأولى، سيناريو مشابه للجولة الأولى. يوسف القديوي يبلغ هدف التعادل، يشعل نيران في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، يقرب المسافات بين الجيش الملكي.